عشان نبقى مركز اقليمي، مركز عالمي للتجاره واللوجستيات. خطه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفذها وزاره النقل، فريق كامل وزير. ايه اللي بيتعمل؟ ما انت بتتكلم اهو قناه السويس، طب عندك ملف اخر مهم جدا جدا، اتكلم على طابة العريش مش كده؟ يبقى ربط ايه؟ خليج العقبه او البحر الاحمر، البحر المتوسط، طابة الى العريش، سكه حديد. عندك ايه كمان؟ لسه بنتكلم اهو على البحر الاحمر، نتكلم على السخنه، العالمين ومطروح والسلوق، ربط سكه حديد كهربائي. تتكلم على قنا سفاجه، نفس الحكايه. تتكلم على شبكه بتتم دوله بتعملها. غير كده عندك مواني جافه، عندك مواني بحريه، عندك توسعات كبيره جدا. انت عايز تبقى مركز عالمي لحركه التجاره، بدل ما بيجي لك النهارده 140 مليون طن مثلا، يجي لك 400 مليون طن. بدل ما يجي لك 20 15 مليون حاويه، يجي لك 40 50 مليون هو كده. هو انت لازم تبقى كده وتشتغل على كده، والدوله بتشتغل على كده. تحدث الفريق كامل وزير النهارده ايضا عن مصر، وعن ازاي مصر تكون مركز للتجاره العالميه واللوجستيات، واللي بيتم في الممرات الدوليه واللوجستيه اللي بتتم في مصر، وربط كل هذه الامور بمناطق، سواء نتكلم على صناعه، بنتكلم مناطق صناعيه، مناطق زراعيه، وهنتكلم على الزراعه بعد شويه كمان، عشان سياده الرئيس النهارده استقبل مدير عام منظمه الاغذيه والزراعه الفاو، هنتكلم عنه بعد شويه، ملف مهم جدا الزراعه، نتكلم مناطق تعدين، مناطق خدمات، مواني بحريه، ربط كل ده، مرور والمواني، ربط كل ده طرق عندك بكمان المواني الجافه. نتابع ماذا قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، في هذا المؤتمر، مؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات. في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور كالآتي. المحور الأول، التخطيط لتنفيذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الانتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنة، مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وتشمل ممر السخنة الإسكندرية، ممر العريش طابة، ممر القاهرة الإسكندرية، ممر طنطا المنصورة دمياط، ممر جرجوب السلوم، ممر القاهرة أسوان أبو سمبل، ممر سفاجة هنا أبو طرطور. وفي إطار هذه الممرات اللوجستية جاري تنفيذ مخطط شامل لإنشاء 30 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، وتم تخطيط وسائل النقل لتحقيق الربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالي أطوال 7000 كيلومتر، وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية، وتنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كيلومتر، ويتم على التوازي تطوير شبكة السكك الحديدية الحالية البالغ طولها 10000 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لربط الموانئ الجافة بشبكة سكك حديدية سكك حديد الجمهورية، ومن أهمها خط كفر داوود السادات بطول 38 كيلو، المناشي 6 أكتوبر بطول 69 كيلو، الروبيك العاشر من رمضان بالبيس بطول 61 كيلو. أما المحور الثاني وهو تطوير الموانئ البحرية، فيشمل إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كيلو بأعماق تتراوح بين 15 و18 متر، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كيلو متر، وأهمها بموانئ برنيس وسفاجة والسخنة والأدبية ونويبع على البحر الأحمر، وموانئ العريش وبورسعيد ودمياط وبؤير والإسكندرية وجربوب على البحر المتوسط. بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد عن 15 كيلومتر، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدل من 135 مليون طن، و40 مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة، وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت المباشر، وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي. أما المحور الثالث
هو تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية ومرعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، حيث من المستهدف أن يكون النشاط الرئيسي لهذه التحالفات هو تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر، ويتم نقل عمليات الترانزيت من موانئ شرق البحر المتوسط والبحر الأحمر إلى المحطات الجديدة التي سيقومون بإدارتها وتشغيلها بالموانئ المصرية استغلالا لموقع مصر الجغرافي المتميز والممرات اللوجستية المتكاملة.